اتفضل حبيبي. أسطورة من أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية كله يعني. كان ليا الشرف إن أنا أتفرج على الكابتن حسن وأنا طفل صغير، ثم شرفت إن هو دربني في نادي الترسانة، وشرفت إن أنا حكمت له. الكابتن حسن علي شخص جميل طيب، كلنا بنحبه هنا في النادي، وأعتقد إن الكرة المصرية كلها مش هتنسى له حركاته البهلوانية. ولكن هو طبعا جون كبير وجون عظيم، ومثل منتخب افريقيا مع المرحوم الكابتن هاني مصطفى. كابتن حسن علي اسم كبير قوي في تاريخ الكرة المصرية، محفور في سجلات نادي الترسانة، من العظماء اللي مثلوا نادي الترسانة زي كابتن مصطفى رياض وكابتن الشاذلي وكابتن حمدي عبد الفتاح وكابتن طلعت محمود وكابتن رأفت ميكي وكابتن شجر عبد الفتاح وكابتن ابو العز، وكل نجوم الكره اللي حفروا وعملوا اسم وتاريخ نادي الترسانه. مش عايز انسى اسماء، ولكن الكابتن حسن بنكس زي ما احنا دايما وابدا بنناديله بالاسم الكبير دوت، لان الكابتن حسن علي كان حارس مرمى عظيم وليه في تاريخ الكره المصريه الكثير والكثير. بتمنى له الصحه والعافيه. هتقولي كابتن